كذاب لكن زايد يا كذاب. ما لم تقله المؤسسات الدبلوماسية قاله اليمنيون جاليات وطلابا ومهاجرين. طبعا خرجنا اليوم في الحقيقة لرفض الاحتلال الإماراتي السعودي لليمن، خدعونا وغدروا باليمن وغدروا بالجيش أنهم جاءوا حماة، وهم في الحقيقة محتلين. من أمريكا وتركيا وألمانيا ودول عدة هتف اليمنيون في مدن العالم ضد تحالف السعودية والإمارات، نددوا بجرائمهم التي كان آخرها استهداف الجيش اليمني من قبل الإمارات، وراح ضحيتها قرابة 300 بين قتيل وجريح. آلاف اليمنيين تقاطروا من مدن عدة في عدد من الدول للمطالبة بطرد التحالف من الأراضي اليمنية ووقف عبث دولة الإمارات ومشروعها الرامي لتمزيق اليمن ووحدته، وتنديداً بالممارسات الإرهابية التي تقوم بها في بلادهم. هتافات غاضبة وحزينة أطلقها اليمنيون في محاولة لإطلاع الرأي العام العالمي على ما ترتكبه الإمارات من جرائم في بلادهم. بات الجميع يعرف أن الإمارات هي من حالت دون تحقيق أي مكاسب عسكرية على الأرض، وأنها قصفت الجيش الوطني وقدمت مساعدات عسكرية لميليشيا الحوثي. يا حكومة صح النوم، يا حكومة صح النوم، لا إمارة بعد اليوم، لا إمارة بعد اليوم. يرى اليمنيون أن ما حدث تم بإرادة السعودية وأن لا رغبة للتحالف بتحرير اليمن من الميليشيا، فلا جيش للدولة ولا سيادة إذا ما ظل اليمن مرهوناً بالمزاج الخليجي. هذه الدعوات التي وجهها اليمنيون إلى المجتمع الدولي للوقوف في وجه استهتار التحالف بأرواح اليمنيين وسيادة بلدهم، هل يكون لها صدى في الأروقة الدولية؟ وهل تصل أصواتهم مسمع العالم؟